السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يباح لي أن أشتري جوال مزود بالكاميرا مع أنني لن أصور ما هو لن أصور شيئا محرم ولن أصور إلا المباح فقط؟ لا تشتري الكاميرا لا مع الجوال ولا مع غيره، لأنه آلة تصوير، آلة تصوير فلا تجوز. اشتر جوال ليس فيه كاميرا، والجوالات التي ليس فيها كاميرا كثيرة ولله الحمد. نعم.